السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي الطلبة طلبة الصف الثالث الثانوي للفرع الأدبي. أتابع معكم دروس مادتنا مادة التاريخ، وقد وصلنا إلى الفصل الرابع من كتابنا كتاب المادة، ودرسنا اليوم هو الدرس 55. وفي بداية كل درس كما تعودنا نستذكر معا الدرس السابق في بضع دقائق. ودرسنا السابق كان بعنوان وعد بلفور عام 1917، الوعد المشؤوم. تناولنا في درسنا السابق نص الوعد كما ورد على لسان وزير خارجية بريطانيا بلفور لزعيم الحركة الصهيونية روتشيلد. وقد نص الوعد على ما يلي: إن حكومة جلالته تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، أي أن حكومة بريطانيا، حكومة الملك البريطاني، تنظر بعين العطف والشفقة على الشعب اليهودي المشرد، وطبعا تنظر له بعين العطف وتود مساعدته والأخذ بيده على تأسيس وطن قومي لهم في فلسطين، وستبذل قصارى جهدها لتسهيل هذه الغاية. أيضا تناولنا في درسنا السابق دوافع إصدار الوعد، لماذا أصدرت بريطانيا هذا الوعد وما مصلحة بريطانيا من ذلك، طبعا علما بأن الدول الأوروبية الاستعمارية لا تقوم بأي عمل إلا إذا كان لها فيها المصلحة الكبرى. فبريطانيا رغبت في استمالة العناصر الصهيونية المنتشرة في كل أنحاء العالم وتعبئة الشعور اليهودي إلى جانب الحلفاء في الحرب العالمية الأولى. هذا البند الأول أو الدافع الأول لإصدار الوعد. أيضا رغبة بريطانيا في دعم يهود روسيا للحلفاء، وخاصة بعد الانقلاب الذي حصل في روسيا وسقوط نظام الحكم القياصرة والثورة البلشفية التي قامت في روسيا في عام 1917. ثالثا الدافع الثالث رغبة بريطانيا في صداقة يهود النمسا وألمانيا. أيضا من دوافع بريطانيا جعل فلسطين المجاورة لقناة السويس منطقة نفوذ بريطاني، تحمي مواصلاته إلى الهند وتكون فاصلا ما بين مصر التي تحتلها بريطانيا وفرنسا في سوريا. أيضا لسد العجز المالي البريطاني عن طريق الحركة الصهيونية التي ستدعم بريطانيا فيما لو صدر هذا الوعد. أيضا التمهيد للمطالبة بأن تكون فلسطين من نصيبها في غنائم الحرب العالمية الأولى لتنفيذ وعد بلفور. أيضا رغبت بريطانيا في تبني الفكر القومي اليهودي في فلسطين لتتخلص من الإدارة الدولية على فلسطين كما ورد ونصت اتفاقية سايكس فيكو مع حليفتها فرنسا. نتائج وعد بلفور أيضا تناولناها في درسنا السابق، وأهم هذه النتائج: غرس عصابة غريبة في المنطقة العربية تكون أداة في يد الاستعمار، تحويل الكفاح العربي من أجل الحرية والاستقلال ومن مواجهة الاستعمار بشكل مباشر إلى مواجهة ثانوية. أيضا من نتائج وعد بلفور استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في منطقتنا، منطقة الشرق العربي، الحيلولة دون قيام وحدة عربية كاملة، عرقلة خطط التطور الاقتصادي ومشاريع التنمية في المنطقة العربية. وهذا ما حدث بالفعل بعد تحويل فلسطين أو احتلال فلسطين من قبل بريطانيا وتسليمها لليهود وقيام دولة الكيان الإسرائيلي الصهيوني في فلسطين. هذا ما تناولناه في درسنا السابق، واليوم في درسنا لهذا اليوم سنتعرف على صدى تصريح وعد بلفور في الأوساط العربية.
سنتعرف على مواقف الشعب العربي عندما انتشر خبر أو شاعت أخبار وعد بلفور أو تصريح بلفور، على طبعا كما قلنا على لسان وزير خارجية بريطانيا آرثر بلفور، موقف عرب فلسطين. شاع خبر التصريح، فخرج عرب فلسطين في مظاهرات معلنين احتجاجهم على هذا التصريح. وطبعا ذكر عرب فلسطين أو ذكر عرب فلسطين وبريطانيا أنهم تحالفوا مع الشريف حسين من أجل الحصول على الاستقلال التام، وشدد عرب فلسطين أيضا على اللجوء إلى المقاومة المسلحة إذا لم تلغي بريطانيا هذا التصريح وتعدل عنه. مباشرة بعد انتشار خبر وعد بلفور وتصريح بلفور، قامت المظاهرات في فلسطين، وشدد عرب فلسطين على تذكير بريطانيا بوعودها مع الشريف حسين وأنها ستعمل جاهدة لحصول العرب على حريتهم واستقلالهم وتأسيس دولة عربية مستقلة بزعامة وقيادة الشريف حسين. وأيضا شددوا على لجوئهم للسلاح والمقاومة المسلحة إذا لم تعدل بريطانيا وتلغي هذا التصريح المشؤوم. هذا كان موقف عرب فلسطين. أما موقف الشريف حسين، فطبعا عندما سمع الشريف حسين بخبر وعد بلفور تأثر تأثرا كبيرا، و طبعا اهتز موقفه أمام أنصاره وأمام الشعب العربي، وطبعا أراد توضيحا وطلب توضيحا من بريطانيا التي لم تترك له مجالا للتفكير. فمباشرة أرسلت له رجلا عرف بدهائه وخداعه ومكره، هو رجل المخابرات البريطاني والصحفي المشهور هوغارت، ليقنعه بحسن نوايا بريطانيا كالعادة تجاه العرب وأنها ملتزمة بوعودها السابقة لهم في تحقيق استقلالهم. طبعا حاول هوغارت وهو رجل المخابرات الخبير في المراوغة والخداع، حاول إقناع الشريف حسين أن هذا الوعد هو مجرد إيواء مجموعة من اليهود في فلسطين دون التعرض للعرب بأي ضرر، فقائلا له طبعا أن هذا الوعد ليس ضارا بمصالح العرب، وأنه بكل بساطة لإيواء مجموعات يهودية تعرضت للاضطهاد والإهانة في دول متعددة، وبريطانيا أرادت إيواءهم في فلسطين ليس أكثر، وهذا الأمر لن يضر بمصالح العرب ولن يضر بوعود بريطانيا أو يخلل بوعود بريطانيا مع الشريف حسين أثناء مراسلاتهم قبيل الثورة العربية الكبرى. طبعا كالعادة قام الشريف حسين بتصديق بريطانيا، وقام بنشر مقابلة صحفية له في صحيفة القبلة في شهر فبراير 1918 قائلا لأنصاره، موجها الكلام أو الحديث لأنصاره للشعب العربي، أن كتبه المقدسة وتقاليده تحثه على التسامح والكرم، كما دعا إلى الترحيب باليهود كأخوة والتعاون معهم من أجل الصالح العام. طبعا هنا نود أن نذكر أن الشريف حسين أراد من خلال هذا الكلام أو من خلال مقابلته مع هوغارت رجل المخابرات البريطاني أن يستفيد من علاقاته مع اليهود ومن إمكانياتهم الاقتصادية والتعاون معهم في تأسيس دولة عربية متعاونة مع هؤلاء اليهود. فكان مقتنعا بهذا التفسير الذي كان خاطئا، وشاهد وأيقن الجميع خطأه منذ البداية. طبعا موقف عرب الشام، كان هناك الكثير من زعماء الشام، زعماء الجمعيات والأحزاب والصحفيين والثوريين في مصر الذين قاموا بعقد مؤتمر في مصر، واستقر رأيهم في هذا المؤتمر على إرسال برقية احتجاج شديد اللهجة إلى الحكومة البريطانية في 14 نوفمبر 1917،
موقعة من 600 شخص عربي. البرقية طبعا وجهت إلى الحكومة البريطانية وخاصة إلى وزير الخارجية البريطاني بلفور الذي أصدر وعد بلفور أو التصريح. وقد رد على هذه البرقية مارك سايكس المتحدث باسم الحكومة البريطانية لمزيد من عبارات المجاملة التي تخفي وراءها الدجل والنفاق والمراوغة. وقد أدركت الأوساط العربية حجم المؤامرة الكبيرة على فلسطين، إلا أن الشريف حسين اعتاد على تصديق بريطانيا حتى وقعت الواقعة. طبعا نكون بذلك قد ألممنا بالمواضيع التي تتعلق بوعد بلفور، من إصدار الوعد إلى دوافعه إلى نتائجه إلى موقف أو مواقف العرب منه. نكون بذلك قد أنهينا درسنا وموضوعنا وهو وعد بلفور، وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. وفي درسنا القادم إن شاء الله سنبدأ بموضوع جديد وفصل جديد من كتابنا بعد أن نكون قد قدمنا لكم مراجعة بسيطة للفصل الرابع في دروس قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.